كتبها قصة صديقكم بلال عندما ذهب لزيارة صديقه سامي. إلى أين ذهب بلال وأمه؟ بلال عندما وجد الحي نظيف. جمال الحي بنظافته. أحسن. ماذا قال بلال عندما وجد الحي نظيف؟ جمال الحي بنظافته. ماذا وجد في الشارع شوقي؟ وجد لوحة وعلق كتب عليها. عبد الرحمن ماذا وجد في الشارع؟ وجد لوحة. الآن سوف نقرأ الجمل وننتبه إلى الجزء الملون في الكلمة. تمام؟ جمال الحي في نظافته. يلا علقها، ارفع يدك، ارفع يدك عاليا 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 مشان يكفي. ايوه ضعها هنا، احسنت. اقرأها. جمال. ما اسم حرفنا الجديد؟ وما صوته؟ إذن ضيفنا الجديد هو حرف اللام. عبد الرحمن أين جاءت اللام في جمال؟ لام بآخر كلمة منفصل. تعال واختار شكل اللام التي بآخر الكلمة منفصل. ما حعلمتك. اقرأها. لام بآخر كلمة منفصلة. لا. 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 يلا. يلا له.